وبما اننا طبعا في شهر مارس وشهر المراه، معنا دلوقتي تقرير عن الكاتبه المصريه والمفكره الروائيه الاستاذه امينه السعيد، اول ست مصريه دخلت عالم الصحافه، اول ست مصريه تتولى رئاسه تحرير مجله نسائيه وهي مجله حواء، وليها طبعا مؤلفات كتيره جدا اتكلمنا عنها من خلال يمكن برنامجنا اكتر من مره، ليها مواضيع كتيره جدا اتكلمت فيها فيما يتعلق بواقع المراه، مشاكلها خلال طبعا الفتره اللي كانت بتكتب فيها. تعالوا نشوف مع بعض تقرير ونرجع لحضراتكم على طول. امرأة عاشت من أجل رسالتها، فكانت الكاتبة والمفكرة أمينة السعيد رائدة من رائدات الحركة النسائية في مصر. شغلها الدفاع عن حقوق المرأة منذ بداية حياتها، فانضمت إلى الاتحاد النسائي وهي في عمر 14. كانت ضمن أول دفعة نسائية تلتحق بكلية الآداب. وخلال سنوات الجامعة بدأت أمينة السعيد في إعداد عدد من الإصدارات بكتاباتها مثل مجلة الأمل وآخر ساعة وكوكب الشرق. وجدت أمينة السعيد فرصتها في دار الهلال، واشتهرت بباب اسألوني الذي كانت ترد من خلاله على أسئلة القراء في مجلة المصور. ومن هنا أصبحت أمينة السعيد أول صحفية في تاريخ الصحافة المصرية. موهبتها الصحفية وإيمانها بقضايا المرأة جعلها تترأس تحرير مجلة حواء النسائية، ثم عينت رئيس تحرير لمجلة المصور. وقد أثرت أمينة السعيد المكتبة العربية بعدة مؤلفات، منها رواية حواء ذات الوجوه الثلاثة كرمتها الدولة، وحصلت على العديد من الأوسمة على مدار حياتها، وكانت آخر كلماتها قبل رحيلها هي أفنيت عمري كله من أجل المرأة.